ازيكم؟ كيف انكم يا متابعينا قناة هدية الأكل الخبيث؟ مرحب بكم في قناتي، أنا اسمي رجاء. الليلة أنا عاملة لكم وصفة مميزة، وهي ما من المطبخ السوداني لكن المطبخ المصري، وخصوصا من الصعيد أو أسوان مصر. يعني هي أكلة مميزة عندهم واسمها الفول النابت. بصراحة هي سهلة جدا وطعمة جدا وكمان صحية جدا. أرحككم نبتدي الوصفة. طبعا ده فول نابت وبحتاج انه انا اعمله بالفول، فانا هنا هستعمل البرود بينز، لكن انتم ممكن تستعملوا الفافا بينز، الفول العادي متوسط الحجم. انا بفضل دي لانه كبير الحجم وبيطلع لي كويس، وبحطه في الموية لمدة 24 ساعة. يعني زي ما انتم بتخطوا مثلا الكبكبي او الفول للطعمية، ببنقعه في الموية لمدة 24 ساعة، وكل 3 ساعات بغير الموية بتاعته. ثاني يوم أنا بصفي الفول ده وبفرده في صينية، وقبل ما أفرد بكون خاطة فوطة، والفوطة دي بتكون يعني مرطبة مبلولة شوية، فوطة نظيفة تحت المطبخ، وبغطيه بفوطة أخرى برضو مرطباها بالموية. كل حين وآخر لما الفوطة بتنشف معاي ببلها بشوية موية، والفول ده أخذ معاي بالضبط يومين عشان ينبت بالطريقة دي. لكن كل مرة ما تلاقوا الفوطة نشفت تبلوها شوية من الموية ترطبوها وتغطوه بيه عشان ينبت ليه. بعد يومين انا خطيت الفول في بريسو، طبعا نبت كله معايا، ولو في حاجة ما كويسة يا جماعة ممكن تشيلوها تتخلصوا منها قبل الخطوة دي، وبخليه يغلي في البريستو كده لمدة 20 دقيقة، وبتخلص من كل الريمة دي هو وبيغلي. وبعد كده انا بكب الموية دي ذاتها كلها تماما، وبضيف موية نظيفة. بعد ما صفيت الفول من الموية الغليته يعني فيه، انا هضيف تاني، هرجع الفول في البريستو. المرة دي هضيف موية سخنة من الكتل، وكمية الموية اللي انا هضيفها كل المحتاجة ان هي بس تغطي لي الفول وشوية وبزيادة، يعني ما بخطها كتير جدا، يعني بخليه بعدين لو عايزة اضيف هضيف زيادة، لكن ما تكتروا من الموية. قبل ما أقفل الفول ده على البريستو أغطيه بالغطاء بتاعه، أنا بضيف هنا نص ملعقة صغيرة من الكمون، نص ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ونص ملعقة صغيرة من الملح. برضو بضيف عصير نص ليمونة، ده بيساعد في السوى بتاع الفول النابت، وبرضو بيديني الحموضة اللي أنا بحتاجها للفول النابت دي. وأخيرا الطعم المميز، أنا هنا هضيف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس، وبعدين برضو هعمل ثوم للتقلية. ده أول خطوة بقفل عليه على يعني البريستو دي عشان بخليه لحد ما يستوي، بياخد معايا تقريبا 20 دقيقة. بفتحه بشوف أتأكد هل هو نضج واستوى معايا، بجربه أنا هنا استوى معايا. الفول النابت ده بيحتاج بصراحة قدحة ثوم زيه زي الملوخية، فأنا هنا هستعمل الزيت ما هستعمل سمنة، زي ما قلتلكم هو صحي. عندي ملعقة كبيرة من الثوم المهروس، وملعقة كبيرة من الزيت عباد الشمس، وانتو تعملوا الزيت اللي بتفضلوا، بس الأفضل يكون زيت ما له أي طعم. البهارات اللي هستعملها ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من الكزبرة، وأخيرا بستعمل ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، يعني هي زي قدحة بالضبط الفتة واللحمة والرز. أنا بالرغم أن الفول استوى معايا بخليه يغلي، لأنه أنا هبتدي هحمر فيه الثوم، والثوم لما بجي بحمره بخليه يعني ذهبي فاتح، ما بحمر أنه هو لما يغمق لونه. أول ما يبتدي يكون لونه ذهبي فاتح، أنا هنا هبتدي هضيف البهارات اللي هي الملعقة الصغيرة بتاعة الكمون، وملعقة صغيرة بتاعة الكزبرة، وأخيرا يعني بطشه بالملعقة الكبيرة بتاعة الخل الأبيض. بقلب القدحة بتاعت التوم دي لمدة دقيقتين لحد ما يختلط كل البهارات والخل مع التوم، وبعد كده كل اللي بعمله ان انا بكبه كامل على الفول دي، الفول النابت، وبس كده. بصراحة الأكلة دي رهيبة جدا، الفول النابت وطعمها رهيب جدا، كأنكم فعلا بتاكلوا لحمة، لكن طبعا هو فول نابت لأنه بيكون الفول من جوا طعمه رهيب جدا. لحد هنا هقول لكم عليكم بألف عافية، وشكرا كثير جدا لمشاهدة هذا الفيديو. لوصفات أخرى سودانية أفريقية أو عالمية، الرجاء أن تشتركوا على قناتي هدية الأكل الخبيث، حتى ألقاكم في وصفة جديدة. هقول لكم يلا مع السلامة.